السلام عليكم، مرحبا بكم سوغ ماشين. هاد لا فيديو هادي درتها للمبتدئات اللي عاد باغيين يبداو، باش نوريكم شويه اللوازم اللي ولا بد تكون عندكم باش تسهل لكم التعليم، وفي نفس الوقت كتضمن لكم انكم كتضبطوا الفصاله وكتضبطوا الرسم ديال الباترون. اول حاجه هما البابيي، هو الوراق. في الوراق كاين كيتباع هذا كيتسمى البابيي فور. هذا راه مرسوم، هذا وقف عندي كنت شي وحده خاويه. المهم هذا كاين في الانواع، كاين هكا اللي كيجي بحال داك الوراق الزبده كيكون هكا ملس، وفي هذا ها هو صبغي. كاين هذا وكاين اللي ما كيكونش هكا بغيه، تيكون عادي بحال البابي ديال الاكات اللي كان امبريمي فيه هكا. هذا سميتو البابي فور، راه كيتباع عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الخياطه. ما غاليش، بين يمكن 4 دراهم و 6 دراهم للرولو. كيكون ان رولو، صراحه والله ما عرفتش شحال كيكون، واش 8 د الورقات ولا 10 ما عرفتش. وكاين كاريمو اللي كيبيعوه للمتر، كيكون عندهم واحد لو رولو كبير وكيبيعوه للمتر بداك اللوين بحال الماغون، بحال الوراق الزبده واللي كيصايبوا بهم لي ساشي ديال الورق. هذا كاين، هذا وكاين في الارض، وكاين هذا اللي كيتسمى البابي سوا، وهو ورق شفاف حتى هو كيتباع عند، ها هو كيتباع عند مول لوازم الخياطه، حتى هو كتكون جهه ملسه وجهه لا جهه حرشه شويه، حتى هو كيتباع عند مول لوازم الخياطه يمكن بنفس الثمن ديال الاخر. حتى هو كيتباع للرولو. فوالا، لي ما قدراتش ولا ما لقاتش هاد البابي هذا اللي هو بيض، تستعن بالجورنال، كل شيء لايق ما كاينش اشكال. حطي عندك جورنال، جمعيهم خليهم نقيين باش ما تمردكش الغبره، حافظي عليهم جمعيهم في شي ساشي ولا شي حاجه، واحتفظي بهم هما فين غادي تتعلمي. اللي غادي يخص عاوتاني هو واحد المسطره ديال 60 سنتيمتر، مسطره كبيره. فوالا، دونك هاد المسطرات هادي هي اللي كاينه بزاف عند مالين اللي كيبيعوا لوازم الخياطه. ما عرفتش الصراحه شحال الثمن ديالها، ما عرفتش. انا كنت في الاول فاش كما قلت لكم في هذاك الفيديو اللي عاودت لكم شي شويه البدايات، كانت ما عندي حتى شي حاجه والو، ما عارفاش اصلا شنو اللي نشري. وهذيك السيده كتبت لي واحد لاليست ديال الاساسيات اللي خاصهم يكونوا عندي، وفريمون داكشي اللي كتبت لي كاين شي حاجه ما استعملتهمش، يعني اون ليست اللي وافيه. وهداكشي كله تقريبا خلصت فيه شي 60 درهم عند السيد مول لوازم الخياطه، يعني بكل شيء، بالبابي، بهاد المسطرات، البيروكي، كل شيء، الفنايت، داك البابي كاربون، كل شيء كل شيء كل شيء ب 60 درهم تقريبا. يعني كما قلت لكم مسطره ديال 60 سنتيمتر. كاين هادي وكاينين هادوك الصفرات. غادي تاخذوا واحد البيروكي والبيستولي، هادو هما اللي كاينين. هادو صراحه شريتهم دو فوا، لان مره شريت واحد البيروكي والبيستولي وفاش شفتهم هذيك السيده قالت لي ما مزيانين ما زوينينش، وزعما ما مضبوطينش في الخدمه ديالهم، وعاود شريت هادو وكانوا با مال، يعني ماشي اكسيلون ولكن با مال. حاولوا تشريو من عند شي حد اللي كتعرفوه، باش حتى الا ما كانوش مزيانين تحاولوا تبدلوهم، حيت هادشي راه غير بلاستيك وكيصايبو غير الناس، زعما ما تيكونش نيت، زعما ماتيريال ديال لي طايور وداكشي اللي حقو طرقو. و فوالا، دونك هادو عديو بهم حسن من والو. كما كنتو شفتو في هذيك الفيديو اللي درت لكم ديال دوك المشتريات المواقع الاسيويه، فهداك الباك جاوني هادو، كان هادو وكان هذا. مازال الصراحه ما استعملتهمش، ولكن على ما كيبان ليا بانهم احسن بزاف واضبط من الاخرين. ولكن اللي كتعلم زعما عاد باغا تبدا، ما كاين لاش تغله في لو ماتيريال، شري باش تعدي وباش تعلمي. ان شاء الله فاش توصلي ليتاب انك محتاجه ولا باغا انك تطبقي في حوايج، ماشي غير باش تعلمي، يعني حاجات باش ديرهم باش تلبسيهم ولا باش تصايبيهم لشي حد، ديك لوقيته كوني اكزيجانت في المشتريات ديالك،
وشري الحوايج اللي كي سون دو بون كاليتي، لان النتيجه ديال هذاك الشيء كتبان. فوالا خاص تكون واحد لا غولات، واحد الزراره تشبكي صغيره. هذه من بعد غادي نوريكم لاش تصلح، لكن راه مزيانه مفيده وما غاليهش. غادي تحتاجوا هذاك الشيء ديال لاتروف ديال وليدات الصغار، ني ستيلويات، قلم رصاص ضروري، قلم رصاص، اون غوم، تكون عندكم اون غوم، شنو ثاني شنو ثاني. من الاحسن يكونوا ستيلويات على الاقل بواحد جوج الوان، باش حين غادي تحتاجوا ديروا دي ترانسفورماسيون، شي تغييرات، من الاحسن يكون عندكم الالوان باش تبان لكم الحاجه اكثر. بالنسبه لهذا الفوتر هذا بغا نقول لكم ما تشريوش، ما عمركم ما تشريو. هذا هو الباكي ديالو، الا صدفات شي وحده فيكم ما تشريوش، هذا اكبر كذابه. دايرينو على اساس زعما كاتبين ها هي سميتو ايفاسور ريكريفور، ما كاين سا نيفاس ريان. المهم كيكتب ولكن ما كيتسمحاش، اللي زعما هادي بلا كيت، هادي هي اللي كتسمحي، بحال كتطلق واحد الليكيد بحال الماء. ومن هنا عادي فاتخ، هادي هاد لابارتي هادي كاريمون ما خدامهش، دونك انا دابا خدامه غير هاد الفاتخ وصافي، رقا وقف كتابتو زوين. فوالا تحتاجوا لي زيبانغل، شريو لي زيبانغل. هادو اللي عندهم هاد الرويصات بحال اللي كنصايبو بهم الفولار، هادو زوينين من واحد الناحيه انهم كيبانوا الا داروا في التوب، ولا الا دار حتى في البابي شدينا بهم شي باترون كيبانوا، يعني كتحيد هذاك لو ريسك ديال ان تقيس ولا تنساها في شي حاجه. ولكن ما زوينينش حيت بحال حرشين وكيخسروا الحوايج. مي باغ كونطخ هادو الفنايت العاديين لي طوال ماشي القصار، الطوال هادوك امبيكابل، كيدخلوا في التوب بسهوله وزوينين. هادو بالنسبه للفنايات. هذا اللي كتخيط راه غادي تكون عارفاه، هاد المقياس ديال الفينيسيون. غتحتاج واحد المقص ديال الوراق، لان اللي كتحف الحاجه اللي كتحف في المقص ديال الخياطه هو البابي، ما تخدموش المقص ديال الخياطه باش تقطعوا شي باترون، خليوه بوحديتو وخذوا غير مقياس عادي من شي مكتبه ولا من الحانوت، وخليوه الوراق يكون هكا غير صغير. بالنسبه للمقص ديال الفصاله، انا صراحه شاريه غير هادو العاديين تيكونوا عندهم لوازم الخياطه، ولكن اش نقول لكم هذيك عند رخصه تخلي نصو، ها هما عندي كوليكسيون ومازال واحد اخر، هذا بوحدو اللي خدام. هذا الشيء كامل غير الفورما، كلهم خايبين، يعني اللي قدرات ولا اللي لقات تاخذ هذاك المقص اللي كيكون كله ديال الحديد وثقيل، هذاك راه مزيان. وهادو راه تعديو بهم ماشي والو كاع، ولكن راه مزوينين بزاف. انا داك ديال الحديد ما تنقدرش نهزو، كيجيني ثقيل ما تنقدرش، شويه ديال صغار. المهم انا كنخدم هذا بوغ لو مامو، راه مزيان الحمد لله، ولكن عارفه ما غايدهمش زعما، ما غيبقاش بزاف ديال الوقت في انتظار يخسر. انا خدامه به. فوالا دونك هادشي اللي كاين، خدوا اون بتيت تروس ولا شي حاجه، اي حاجه، المهم هادي راه كنت صايبتها في واحد لا فيديو، خدوا اون تروس ولا غير شي بلاستيكا وجمعوا فيها اللوازم ديالكم، وخليهم ضروري ضروري يكون واحد شويه ديال التنظيم، تكون هكا شي ساشي جمعوا فيه كاع اللوازم ديالكم. النظام راه كيساعد بزاف على باش تعلموا. فوالا وخذ واحد الملف ولا واحد الشميز البلاستيك من المكتبه، بقاو تجمعوا فيها لي باترون ولا غير فريقه، مثلا اي معلومه شفتيها في انترنيت ولا استفدتيها من شي حد كتبيها فريقه وحطيها في داك الشميز، واخا يكون غير تخربيق، يعني ابسط معلومه شديتيها ولا سمعتيها كتبي فريقه، ولا كتبي غير كلمه اللي فكروك في هذيك المعلومه وحطيها في الشميز، راه تكونوا اكيدين انكم غادي ترجعوا لها واحد النهار. انا نوريكم واحد الملف عندي من الملفات، وغادي تشوفوا كيفاش داير، ما فيه لا تنظيم لا والو. ها نتوما شوفوا هنا شحال ديال الوراق، هذه اون كابوش، هانتوما هنايا ورقه كاريمون ما عندهاش علاقه بهذا الشيء، هنايا واحد لي توتوريال، هنايا ها هو طريف، انا هنايا كنفصلها في شي جورنال وحطيته هنايا، يعني هادشي ماشي
منظم بزاف، ولكن على الاقل جمعته في بلاصه واحده باش النهار اللي كنحتاجو كنرجع ليه. فوالا دونك هكا انا كاتبه هنايا، كتلقى الساعه بالعربيه، ساعه بالانجلي، ساعه بالفرنسي، المهم عندي انا هو نعقل على داك النهار ونعقل على هذيك المعلومه شنو هي، ماشي بالضروره البريستيج ولا هادشي واش يبان مقاد وهذا لا لا، قد ما كتهمني المعلومه. فوالا دونك هادو هما لي مينياتور، دابا نوريكم كيفاش نطيبوهم. دونك نتمنى ان نكون فدتكم في هذا الفيديو هذه، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. مع السلامه.